7 is a very, very nice grey here by Semper Fortis, off showing the way off the, then behind that is the Amadola, and then the third dam, Anzil. So dam of 9 winners there, including Anzilero in Germany there for you, who was won one group one there for the next dam, Algerata, also 9 winners there in that pedigree, and also several group ones, 2 group twos there as well. This is very, very nice by Semper Fortis, flashy, correct, and incredibly balanced. ما شاء الله ابن سيمبر فورتس طبعا ابو سيمبر فورتس ابن العالمي ديستر هيومر طبعا الفحل هذا فحل اسطبل عناية اول ابنائه بعمر السنة الان اول ابنائه المهر هذا من اول دفعة للفحل هذا ما شاء الله تبارك الله حصان مزيون وشكل وتركيبة الام تشنغ ذواي ام لثلاثة مهار شاركوا جميعا كسبان واحد اخو مشلش الخيل اخو مشلش الخيل كسبان ابن ميلوك برو كسبان مرة في عمر 3 سنوات وحل في الميزان مرة وطاغية ابن التجاويد حلت في الميزان مرة في عمر السنتين وبسم الله ابن سيمبر فروتس طبعا أول دفعة من أول دفعة ابناء الفحل هذا عمر السنة الآن المهر هذا من أول دفعة ابناء الفحل وبسم الله حصان مزيون وشكل وتركيبة من قال 50 من قال 50 من قال 50 من قال 40 من قال 40 من قال 40 من قال 40 من قال 30 من قال 30 ألف ريال من قال 30 حصان حصان مرسوم وشكل اخو مشلش الخيل كسبان عندنا طاغيه ابن التجويد حلت في ميزان من قال 20 من قال 20 فتح باب 20 20 ريال 20 ريال 20 ريال 20 ريال 30 30 25 25 25 25 30 30 30 30 30 35 35 35 40 40 40 40 40 40 45 45 45 45 45 45 50 50 50 50 ريال 50 ريال 50 ريال 50 55 55 55 55 60 60 60 ريال 60 ريال 60 ريال 60 ريال 60 60 60 65 65 65 ريال 65 ريال 65 ريال حصان شكله تركيبه 65 ريال 65 ريال من قال 70 65 من قال 70 65 ريال 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 65 65 70 70 70 70 70 70 ريال 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 حصان الخيل حصان مرسوم وشكل اخو مشلش الخيل 70 ريال 70 ريال 70 ريال من قال 80 من قال 75 من قال 75 75 75 75 80 80 80 80 الف ريال 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 80 88 88 88 80 الف ريال 80 الف ريال 80 الف ريال 80 الف ريال اول دفعة الفحل هذا المهر ذا من اول دفعة الفحل هذا عمر السنة الان مواليد 2020 80 الف ريال 80 الف ريال 80 الف ريال 80 الف ريال امه انتجت مشلش الخيل كسبان وطاغية وموزنة عندها بالتجويد 80 الف ريال 80 الف ريال من قال 90 من قال 85 من قال 85 80 ريال 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 و80 الف ريال واحد من قال 85 من قال 85 80 ريال 80 ريال و80 الف ريال اثنين من قال 85 يا محمد يا وكيله 85 85 85 90 اقول 90 85 اقول 90 اقول 90 اقول 90 85 ريال اغيرك 85 85 85 85 85 85 الف ريال واحد من قال 90 من قال 90 85 85 الف ريال اثنين من قال 90 من قال 90 يا محمد يا وكيل بالسوق ولا برا 85 85 بالسوق ولا برا 85 85 85 85 90 الف ريال 90 الف ريال من قال 100 من قال 100 من قال 100 من قال 100 من قفل 100 من قال 100 من قال 100 من قال 100 90000 ريال 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 من قال 100 90 من قال 100 90 من قال 100 90000 ريال 90000 ريال 90000 ريال 90000 ريال 90000 ريال خليك يمي 90000 ريال 90000 ريال من قال 100 من قال 100 90000 ريال اغيرك قول 100 اقول 100 اقول 95 اقول 95 حصان مزيون اول دفعه الفحل هذا المهر هذا من اول الدفعه عمر السنه الان 90 الف ريال ام اخوه من امه مشلش الخيل امه منتجه مشلش الخيل كسبان عندنا اخت التجاويد موزنه عندنا بالميدان 90 الف ريال اقول 100 اقول 95 اقول 95 90 الف ريال 90 الف ريال 90 الف ريال 90 الف ريال بالسوق ولا برا 90 الف ريال 90 الف ريال 90 الف ريال 90 الف ريال
90 ألف ريال 90 ألف ريال 90 ألف ريال و90 ألف ريال واحد. خلصتوا؟ من قال 100؟ من قال 95؟ و90 ألف ريال حصان بالسوق وطلع من ذمة راعيه، الله يبارك لي وقف عليه. 90 ألف ريال حصان بالسوق، أقول 100؟ أقول 95. من قال 95؟ 95 95 95 والحصان بالسوق. من قال 100؟ من قال 100؟ 90 عندك؟ 90 90 ألف ريال 90 ألف ريال. خلاص أتعجل يا، 90 ألف ريال 90 ألف ريال 90 ألف ريال حصان بالسوق. خلصتوا؟ 90 ألف ريال و90 ألف ريال 95 95 95 أقول 100؟ أقول 100؟ 95 95 95 أقول 100 حصان بالسوق. 100 100 100 أقول 10؟ أقول 10؟ أقول 5؟ 100 ألف ريال 100 ألف ريال حصان بالسوق، 100 ألف ريال واحد وحصان بالسوق. خلصتوا؟ و100 ألف ريال والحصان بالسوق اثنين، حد الخاطر حد الشف حد الهواء حد النظر، و100 ألف ريال وحصان بالسوق ثلاثة. ألف مبروك للمدرب عبد الرحمن الشافي، ألف مبروك أبو فهد.